بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم دحماني إدريس رئيس تعاونية قمرة. اليوم نظمنا أول صالون محلي للصورة الفوتوغرافية تحت شعار سيدي بلعباس في صورة، وبمناسبة ذكرى 60 الاستقلال، وكان إقبال تاع 20 مشاركة من مدينة سيدي بلعباس. هذا الصالون كان ما عرف برنامج تاري، عرف فيه افتتاح، عرف فيه محاضرات من عميد كلية العلوم الإنسانية تحت بعنوان كيف ساهمت الصورة الفوتوغرافية في أرشفة الذاكرة، فيه محاضرة حول سيميائية الصورة، وفيه محاضرة من رئيس لجنة التحكيم أستاذ محمد بوناب، درس نظري حول التصوير الفوتوغرافي، ومساعدنا خرجة ميدانية مع المشاركين ليخوضوا قواعد التصوير الفوتوغرافي الجانب التطبيقي، يلامسوا الكاميرا، يتعرفوا على القواعد، يتعرفوا كيفاش التصوير الخارجي، كيفاش يتعاملوا مع الإضاءة. كان برنامج تاري منوع. في اليوم الأخير عدنا تكريم المشاركين، إعلان عن نتائج المسابقة، والاختتام تاع الصالون الأول للصورة الفوتوغرافية. بالطبع صمم محلي الصورة الفوتوغرافية بالتنسيق مع دار الثقافة، يعني مدير دار الثقافة كاتب ياسين فتحنا الأبواب، ما بخلناش كاع، عاوننا بزاف لإنجاح هذا الصمم. أولا السلام عليكم ومرحبا بكم، عدنا في أول صالون للصورة الفوتوغرافية على مستوى ولاية سيدي بلعباس. يعني كانت يعني من الصعب تنظيم أول طبعة، ولكن الحمد لله ربي وفقنا لهذه الطبعة بالتنسيق مع جمعية مع تعاونية قمرة ودار الثقافة كاتب ياسين. بهذا المنبر نشكر المدير على حسن الاستضافة والمساعدة لنجاح هذا الصالون الوطني، وكان الهدف من هذا الصالون هو تشجيع المواهب، تشجيع الشباب من أجل حب الصورة والتطور منها، وخصوصا في ولاية سيدي بلعباس. كانت طبعا لحاق بين المشاركين ولجنة التحكم لنشوفوا هذه الطبعة، إن شاء الله تتطور، ما تقولش تحبس غير هنا، يزيد تتطور بين أخو أحسن تصويرة إن شاء الله. وانت كيف تشوف وانت كيفاش نعاود نرجعوا كيفاش اختاريت هذا الميتي هذا؟ هي كانت موهبة وانا تاني نتعلمه، انا نطور روحنا غير بالسياسة باش نكونوا احسن فوتوغرافر ان شاء الله. اشكر استاذ ادريس على هذه المشاركة، نقول له شكرا بزاف. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مبادرة طيبة قامت بها تعاونية قمرة بالتنسيق مع مدير الثقافة ودار الثقافة كتب ياسين والأعضاء المؤسسين لهذه الصالون المحلي الأول للصورة الفوتوغرافية. كاد الشرف أن حضرت اليوم أمس الافتتاح الرسمي من قبل ضيوف الشرف، والحمد لله الميزة التي ميزت هذا الصالون هو اللمسة الفنية لهذا. هناك رواق فني، كان للشرف لمسة فنية جمالية، أول مرة اندارت على مستوى دار الثقافة كاتب ياسين على مستوى إقليم سيدي بلعباس والمؤسسات الثقافية والفنية. واش يقول السي الخضر هو باختصار حول هذه المبادرة اللي يدير هذا التعاون؟ هذه المبادرة نتمنى إن شاء الله تسمن من قبل السلطات المحلية، مدير الثقافة، مدير الشباب والرياضة والسياحة، ولما لا تكون تحت رعاية سيدة الوالي باش تكون عندها أبعاد إن شاء الله مستقبلية، طبعة ثانية، طبعة ثالثة، ولما لا تكون طبعة وطنية. هذا الأمل المأمول تاع المشرفين على هذه التظاهرات الفنية الجمالية.